فقرة فسيفساء اليوم رح نتعرف على مزارع التمور وموسم حصادها بالعراق لهاي السنة. صحيح عندنا بساتين تضررت من الشح المائي والجفاف اللي ضرب المحافظة، بس في نفس الوقت عندنا بساتين بدأت تنتج، بساتين نموذجية منشأة حديثا. تميز هذا الموسم 2023-2024 بوفرة الإنتاج، حيث المؤشرات الأولية تشير إلى أن إنتاج القضاء من محاصيل التمور يتجاوز 30,000 طن تمر، وتتميز هذه السنة بنوع النوعية ذات درجة أولى من التمور. بالمئة صنف 120 صنف اللي تحتوي عليها أصناف النخيل، بس للأسف بدأت هذه الأصناف تتأثر السنين الأخيرة بشحة المياه اللي تتعرض إلى بساتين ديالة وقلة المكافحة، والآفات الزراعية بدأت تكثر أكثر من السابق.